محشي او بنسميه محشي لحاله، 2 كيلو كوسه حجم صغير، 500 جرام لحمه مفرومه، بصله مفرومه، معلقه صغيره ثوم مهروس، ملح ساسي، فلفل اسود وبهارات مشكله اكيد من خليل السكافي. كمان رح تحتاجوا لصلصه اللبن، كيلو لبن رايب او مخيط، مغلف جميد شعبان، اوبا اوبا على الجميد. وكمان رح نحتاج مكعب مرق من زغلول، ملح ساسي، معلقه كبيره ثوم مهروس، نعنع مفروم وصنوبر. يا تمارا بلشت انا بس عشان نعمل اللحمه اللي معصجه. انا صرت حكيت لكم اياها اكثر من مره بس بحب ارجع اعيد لكم اياها. حطيت بصله حطينا عليها اللحمه، وانا بحب اللحمه بهاي المرحله مفرومه ناعم. حلو، بتقدروا تجيبوها طبعا خشنه بس الصراحه بحبها ناعمه، بتطلع احلى واطيب بالكوسه. رح نضيف، ما بنتركها كثير وقت على النار، رح نضيف عليها من ملح ساسي. ودائما اعملوا لحمه معصجه كميه كويسه وحطوها بالفريزر واستخدموها وقت ما بدكم دائما. فلفل اسود من عند خليل السكافي، وكمان شوي من البهارات مشكله، ما تتبلوها كثير كثير. بهارات يا بهارات، لازم يعملوا لي ستاند على فكره خليل السكافي، اعملوا لي ستاند صغير كتكوت عليه كل البهارات صح؟ عشان تقدر تختار اللي بدك اياه 100%، لانه اسم الله قائمه بهاراتهم كثير كثيره وكثير واسعه وكثير كبيره. جيبوا لي هيك ستاند حلو كتكوت وبستخدم عليه كل البهارات. طيب من خليل السكافي استخدمت البهارات المشكله، اوكي، وبرضه ما تحطوها وقت طويل على النار، مجرد ما لقيتوها تغير لونها 100% عشان ما تشد معاكم وتطلع مو طيبه. هيك عندي صارت جاهزه. تمام، والكوسه عم تقليها؟ الكوسه لا ما عم بقليها، الكوسه احنا حفرينها تكتكه مرتبه. اليوم رح اعمل لكم حلقه على فكره عن التحضيرات هدول، خصوصا للحلوين اللي بيتزوجوا جديد وبدهم هدول الافكار. انا بحب استخدم حبات الكوسه بالمخشي تكون صغيره، تكون محفورة، ولازم تكون محفورة مش كتير زي ما بنحفر كوسة المحشي. لازم تكون شوي سميكة شوي، عارفة كيف هي؟ أنا حفرتها، شوفوا أشطر ليش شوفي لتك. والله برافو عليك، قديش أخذوا معاكي وقت؟ لا ولا إشي، على وقت الفطور الصراحة امبارح وأنا قاعدة بعد ما أفطرت على طول بلشت أعمل قالت فيهم. قالت نتسللنا شوي بنقر هالكوسة. والله ما أنا ماخذ شوي وقت يا حبيبة قلبي. بعرف حتقولي لي بس انا مبسوطه منك اليوم على فكره. ليه؟ انا شخصيا مبسوطه منك. طب الحمد لله، عشانك عم تستخدمي لنا جميد شعبان اليوم. لو بعرف كل يوم استخدمت جميد شعبان. لا بتعرفي ليش ميزه؟ لانه جد انا كثير مبسوطه بفكره جميد شعبان. جربتيه انت صح؟ جربته، الطبخ فيه زاكي وسهل والسعر ممتاز والجوده عاليه، وفعلا دائما احنا كنا حاشرين الجميد فقط بالمنسف، طلع كمان باي شيء ممكن نستخدمه. فأنا مبسوطة منك، أبدعت اليوم، برافو، بعطيكي. هلا شوفي أنا بحب كل الوصفات اللي بدخل فيها اللبن نحط معها الجميد لسببين، إحنا كلياتنا بنحب الجميد. الجميد هو إحدى قوائم أو قائمات المطبخ العريقة بالأردن، فدخلوه بكل نكهات ووصفات وأكلاتكم، مستخدمين طبعاً من جميد شعبان، جميد شعبان متوفر بكل الأسواق، علبة سعرها كثير معقول، متناول أيدي، وأهم شيء لا زنخة لا لون وطعم كثير طيب. ممتاز، اتفقنا؟ طيب عندنا عشان نبلش نحضر اللبن قبل ما ابلش احشي الكوسه اللي رح تعملهم تمارا. ايش اعمل؟ رح تلبس جلافز وتحشي كوسه لاول مره بحياتها. يلا ستي هينا جلافزاتي معي. كيف عملنا الكوسه يا جماعه؟ حفرنا حبات الكوسه ولازم تغسلوها عليها تراب. عملنا اللحمه المعصجه اللي عباره عن بصل شويه ثوم، حطينا اللحمه المفرومه، انا بستخدم لحمه مفرومه ناعمه بس انتم استخدموا اي شيء انتم بتحبوه. حطينا ملح، فلفل اسود، بهارات مشكله. رح نحشي حبات الكوسه هلا مع تمارا وهي عم تحشيهم، اورجيكم مو مثل الرز، رح نعبيها لحبه الكوسه. حلو انتوا عم تاكلوا المخشي تكون حبه الكوسه مكتنزه باللحمه. تمام. طيب يا امرامي ماشي، بما انه انا هلا بدي قلتي شوي. انت لازم تدعي لي. والله دعيت والله لك. والله لازم تدعي لي، انا عم بطلعك ست بيت نمبر 1 وزعلانه. والله امي دعيت لك. بدي اخبركم شغله، بما انه احنا هلا بدي انبلش انا بحشي الكوسه، بدي ارجع اذكركم بانه بكل فاصل من حلقه فطور سحور يوميا، وهلا طبعا اكيد اليوم كمان رح يكون في معانا اكثر من جائزه، ما عليكم غير تكتبوا لنا انتم شو بتحبوا تاكلوا اول يوم العيد، بتحبوا تاكلوا لحمه او بتحبوا تاكلوا اي وصفه بالفسيخ اللي بعدين امتياز رح تعمل لنا كثير وصفات، بس بدي اياكم ترجعوا تتذكروا قد ما بتعملوا شير، قد ما بتكثفوا من الكومنتس، قد ما بتزيد فرصه ربحكم، واكيد اليوم في معانا كهربائيات عجنات وغيرها، وكمان في معانا باكجز منوعه لتعملوا سفرتكم بطريقه كثير زاكيه، وما تنسوا ال 500 دينار اللي هي مقدمه من عند مجوهرات شوكات الشامي. بس هدول بدي احشيهم. بس هدول شايفه انا شو كتكوته ما تقولي والله عجقت الدنيا، يعني فكرت ايش رح اخليكي تعملي طنجره او كيلو للبيت. بس اسمعي بدي اقول لك شغله،
قربولنا هالكاميرا افرجيكي شغله يا امتياز واسال عليها. يلا كل يلي بتابعونا ميزو انا بشوف ماما بتعمل هيك مثلا بعدين بتعمل هيك عشان لحمي عشان الاصبع الاصغر بس هي المبدا. طب اذا ايدك صغيره اذا ايدك صغيره اي اصبع بزبط. مش موضوع قديش بنفش الاكل. هلا الرز دائما خدوها ثلثين، الثلث الاخير بده يضل فاضي. ليش؟ عشان الرز بس يستوي بنفش بنفش، ما بدكم حبه الكوسه تتكسر معاكم. ولكن شوفي. اللحمه ما رح تنفش نيحة. عبيها ايوه بالضبط زي ما تمر عملتها هلا بالضبط، عبيها على الاخر. عبيها للاخر زي ما عملتها تمارا هلا بالضبط. برافو تمارا، برافو برافو برافو، معلمتي معلمتي حبيبتي بنتك. طيب عشان نحضر عنا اللبن للمخشي ايش بدنا نعمل يا تمارا؟ عنا لبن مخيض كثير طعمه طيب، اذا بدنا نضيف عليه جميد. اذا احنا ما رح نضيف جميد شعبان لازم تحطوا لبن رايب. القلب عليكم، انا بحس بالطبخات هدول نحط اللبن المخيض اطيب من اللبن الرايب. ليش؟ خصوصا اللبن الرايب كثير بفرط مع ناس، فاستخدموا انتم اللبن المخيض فيه حموضه مع الخضار كثير زاكي. طيب وايش بدنا نستخدم؟ ما راح احط ملح لاني راح احط جميد من شعبان، بس راح استخدم من زغلول مغلف مرق اللي متوفر بكل مكان بالمؤسسه الاستهلاكيه المدنيه سامح مول ياسر مول وين ما بدكم. راح ناخذ هالمغلف يا ستوتو. اليوم الطبخ كله عليكي امتياز. بدي اقول لك انت مش ناقره هاي الكوسه منيح. في وحده لا مش مكسوره، انا كنت ما بدي انقرها لانه كسرت معي في البدايه. يلا خلينا نعترف. بعدين قلت أيها. حرام خطيتها صح. تماره بتحشيها وبنطلع على الهواء بنقول تماره كسرتها. فيعني انا عارفه ايش انت النوايا تبعتك. يا الله والله نوايا كويسه. طيب خليني اورجيكم جميد شعبان في كل علبه باكيتين. هذا الباكيت راح استخدمه على وصفتي. الباكيت كل 3-4 اكواب مي، مرق دجاج، مرق لحمه، تستخدموا لها واحد مغلف من جميد شعبان. يعني زي ما انت هذاك اليوم قلت لي انا ما عندي لحمه، قلت لك حطي مكعب من مرق زغلول وعليه جميد، صح؟ صدقوني كان بشهي. يعني ساعات جد الواحد بفكر حاله في وصفات امتياز، اذا ما بحط عليها اللحمه او الدجاج يعني بتخرب. طلعت لا، يعني مع المرق الزغلول كان الموضوع يعني جدا طيب. محلول. انت والله شغاله. شايفه الله وكيلكم. انا برافو. يعني يا مروه عم تساليني اسماء الرابحين، انا مشغوله هلا. انا مشغوله. اسمعي رح ناخذ الكوسيات. انا اوريدي حاطه كميه كثير منيحه على النار. شوفوا كيف بقلي الكوسه عشان يضل لونها اخضر وحلو زي ما انا بدي. هدول تقريبا استووا بس بدي اورجيهم وحده منهم. ما بحب تنحرق حرق وتنقل بزيت كثير حامي اوكي او زيت كثير غزير. بتعرفوا ليه؟ عشان يضل لونها عخضر وما تشرب كثير زيت. انا بالنسبه هيك لي امورها تمام، هيك او هيك يعني اللي بدكم اياه. طلعوا حتى هذا اللون انا بحبه، بس بتضلها محافظه على الاخضر بطريقه حلوه وبتكون مستويه من البخار اللي بينزله الغطاء عليها. يا تمارا شوفي يا امتياز انا كيف حتى وراي نظفت. برافو عليك. شفتي؟ بس قولي لي هلا كوسياتي علموهم عشان كلكم تاكلوا من كوسياتي. كوسيات امتياز شو بدكم فيهم؟ بقول لكم نقرا واحدة. اكتبي تمارا هلا بدي اكتب. ممكن يبينوا اكتبي. احنا طيب. اللبن بالفاصل خليت تمارا تضلها تحرك فيه لحتى اختصاص تحريك صارت. غلى اللبن، اخذت حبات الكوسه. بدي اقول لكم حبات الكوسه رح تضلها محافظه على لونها بطريقه كثير حلوه وتضلها خضراء اذا غطيتوها ما قلتوها بزيت كثير غزير. هتكون اوريدي مستويه ورح نعطيها هلا باللبن كمان 5 دقائق. شايفين كيف اللون؟ انا هذا اللون بدي اياه. طلع محلى يعني حتى لونها مستويه. طلع هي وحده ثانيه كثير اعطيتها لون بس بتضلها خلص على خضار. شايفه كيف؟ والله صراحه بتضلها على خضار وانا هذا اللي بدي اياه. انا هتضلها على خضار حلوه وفريش. كيف؟ بنغطيها، بنحط شويه زيت، بنحط حبات الكوسه شوي مش كثير اوكي، بعدين بنغطيها وبنقلبها كل شوي لانها بتاخذ لون بسرعه. بدي احضر جنبها رز. وشو رز ذاتي؟ مهراجه. لا رز تايجر. هي عشان اخذت مهراجه هذاك اليوم. طيب عندنا رز تايجر. كيف بنعمل رز تايجر؟ انا حطيت طبعا عندي زيت، عندي رز تايجر انا غاسلته ونقعته لمده نص ساعه. اهم شيء انه ينغسل الرز دائما 4-5 مرات من النشا عشان يتفلفل معكم. يعني ضلكم اغسلوه لتصير لون ميته فاتحه. بنحط ملح وما بحب انكهه لانه بحب ياخذ من نكهه الطبخه المحطوط جنبها. وبدي احمصهم شوي بالزيت بعدين اضيف المي المغليه. اتفقنا؟ خفيف لطيف. خفيف لطيف. ايش عيار كوب الرز اذا طبخناه؟ ما بنقدر نعمله احنا على النظر. كل كوب من رز تايجر بيحتاج معي كوب من المي. حلو. كوب رز كوب مي. ولكن انا الشخص اللي بحبه تعملوا عقده اصبعكم كثير سهله كثير بسيطه. تتاكدوا انه المي مغطي الرز فوق عقده الاصبع بالضبط هالقد.
اتفقنا؟ امتياز شكرا. عفوا. شكرا انك انت كثير بتحبينا فكثير بتعطينا النصائح. حبيبتي بس والله عن جد في كثير بتعرفي انه والله بتبعثي لي ناس تقول لي مثلا انا صلي 20 سنه بطبخ بس مثلا رز ما بتفلفل. طيب انا بدي اعطيهم نصيحه مني انا شخصيا. يلا قولي لي. شوفوا يا جماعه عشان هي حكت لكم امتياز عن الرز، انا بدي احكي لكم عن اللبن عشان ما يفرفط معكم. شوفوا شو بتعمل لما بتحركوه شوي شوي بعد ما بتحطوا كل الاشياء اللي حطتها امتياز قبل الفاصل، اوعكم تحركوه بسرعه بفرط. لا عشان لا. يغلي. انا ما بعرف هاي النصيحه اللي جابتها من وين، ما بعرف تمارا كيف بتحرك؟ بقولها حركي يا تمارا، معلش هن الكوسيات موجودين. بقولها ايش بتعمل؟ مش هيك يا تمارا، عادي بهدوء مش بحاجه. بس يعني بغض النظر هيني تعلمت وهيني بلغت. مين انقذ المؤخ؟ طلعت ثانيه مروه في داني. مروه طبعا انت قلت لها اعطي اعطي لمروه. بس لأرجيكم لما تستخدموا الجميد شوفوا اللبن. انا حطيت معلقتين من جولدن نشا، حطيت اللبن المخيط وحطيت الجميد. شايفين ما احلى اللبن؟ لا فارت ولا شيء، اموره 100% ولونه اهم شيء بياخذ العيل. اموري انا صارت جاهزه، نعمل التقلايه بعد ما تاخذ غلوه منيحه. الرز كمان صار عندي جاهز. لما بدكم تعملوا اكله زي الشيش براق زي المخشي حاولوا تعملوهم قبل بليله وثاني يوم بس حطوهم على النار. يعني انا بالبيت اليوم كمان طابخه مخشي. ياي كم كيلو كوسه امبارح حفرتي؟ عملت 3 كيلو، 2 كيلو هون وكيلو بالبيت. بس حشيت الكوسه وكل شيء وقليتها وبحطها بالثلاجه، بس باجي اليوم بعمل اللبن وبسقط الكوسه في اللبن. ما بتعزمز؟ ولا بصير لها شيء. اللحمه المعصجه مثلا، انا من الناس اللحمه المعصجه ما بعملها كل مره بدي اجي اطبخ بدي اعمل لحمه معصجه. طب لا. هي الكوسايه نفسها ما بتخرب؟ ما بصير لها شيء. انا هون حطيت المخشي جنب اللي بتحطه تمارا بالشاورما. عم بعملها التقلايه اللي هي عباره عن ثوم مهروس مع كزبره او نعناع. انا بحب الصراحه اخلط شوي من النعناع وشوي من الكزبره بهاي الطريقه اللي ريحتها بتطلع بتجنن. لما تسمعي او تشمي يا رب تقلايه الكزبره مع الثوم تعرفي الحياه كيف تفرق او تخربش معك الجوائز.